هنيجي بقى لمشكلة التبول اللا إرادي. والحقيقة ده موضوع شائع جدا وبيسبب مشاكل مش بس طبية في الشخص اللي هو المصاب بيه، لا ده بيسبب مشاكل اجتماعية وعائلية في البيت نفسه في المنزل المصري، لأنه بينعكس على كل أفراد العيلة. ايه هو التبول اللا إرادي؟ احنا عارفين ان مثلا عند سن سنتين او سن 3 سنين ماكسيمم كده 3 سنين، ان العيان او الطفل بيقدر يمسك نفسه، يقدر يقول انا عايز اروح الحمام، بيقدر وهو بينام ان هو ما يتبولش على نفسه، لما يصحى بيتبول. اللي بيحصل هنا هو في التبول اللا إرادي ان بيحصل العكس، ان هو الطفل بيصحى يلاقي نفسه متبول، وطبعا بيبقى محرج جدا والعيله بتبقى منزعجه وبتتخذ اجراءات بقى، انها بتجيب بامبرز، بتجيب اغطيه معينه، بتعمل اجراءاتها علشان خاطر الموضوع ده يعدي. زائد ان هو بيبقى مشكله نفسيه للطفل نفسه، ان هو ازاي ان هو كبير وهو فاكر نفسه ان هو كبير ولسه بيعمل على نفسه. طيب احنا عايزين نعرف الـ الاسباب او ايه الحاجه اللي ممكن تؤدي للموضوع ده. برضو كالعاده هنقسم الموضوع لثلاث او اربع نقاط. النقطة الأولانية، في ناس طبيعتها بتتأخر، يعني بدل يعني مثلا معروف إن البنات بتمسك نفسها قبل الولاد، بس تلاقي البنت عندها سنة وبتقدر تمسك نفسها، بينما الولد يفضل قاعد لسنتين، فدي طبيعة. في واحد يقعد يتأخر ل3 سنين، ما ننزعجش قوي لو ل3 سنين ما ننزعجش قوي، بعد كده نبتدي ممكن إن احنا ننزعج، فيبقى نمرة واحد الطبيعة. نمرة اتنين، في أسباب نفسية. أول سبب نفسي مهم جدا هو وجود طفل آخر جديد، بمعنى ولد عنده سنة ونص كل الاهتمام متركز عليه، تعالى يا حبيبي هنأكلك هنشربك هنلعبك، وبعدين الأم تحمل تبتدي تركز اهتمامها شوية في الحمل، وبعدين يتولد طفل جديد ياخد الاهتمام ده وترضعه طول اليوم. الطفل الأولاني بيحس بالإهانة، ازاي ان انا في واحد اخد مكانتي، فده بينعكس عنده في حالة نفسية انه عايز يلفت النظر. يلفت النظر بايه؟ زي زمان كده لما بيلفت النظر بان هو جعان بيعيط عايز يغير، هو بيحاول ان هو يلفت نظر الام بطريقة جديدة، انا هو بعمل على روحي زي زمان فتعالي شوفيني. فده سبب يعني كبير جدا، وكتير قوي بيجوا لي الناس في العياده ويسالوا، اقول لها في طفل جديد جه، تقول لي اه انا لسه والده، وبعرف على طول ان ده السبب. الحاله هنا سهله العلاج، لان بنحاول ان احنا بنعمل ثقافه كده عائليه للام الحامل، ان لما يجي لك طفل جديد ما تهمليش الطفل القديم، تحاولي تديله تخليه تشركيه معاكي في الموضوع، تعالى معايا شوف البيبي هو بيتولد، تعالى معايا شوفني وانا برد على الولد، تعالى تعالى، بحيث ان هو يشعر ان هو واحد من العيله زي زمان، ما هوش ان هو بقى فرد منبوذ. فدي من ضمن اهم الاسباب. السبب الثالث، في حاجه لقيناها عامل مشترك موجود بين معظم الناس اللي عندهم التبول اللا إرادي ده، لو عملنا لهم أشعة عادية على العمود الفقري. في حاجة ترجمتها الحرفية اسم غريب شوية، اسمها السنسنة المشقوقة، بمعنى ان العمود الفقري ما بيبقاش كامل، بدل ما يوصل لحد العصص وهو كامل عظم كامل، لا في حته فاضيه، الحته الفاضيه دي بيبقى تحتها على طول الحبل الشوكي مش متغطي بالعظم. الحكايه دي ممكن تكون ليها تعمل مشاكل جامده جدا، وممكن مجرد ان هو منظر شكل بس. لقينا ان في معظم الناس اللي عندهم التبول لا ارادي هنلاقي حكايه السنسنه المشقوقه دي بينتج عنها في اسهل في ابسط الاسباب اللي هو التبول اللا ارادي، وفي حاجات تانية بيبقى تبول وتبرز لا ارادي وامراض عصبيه كثيره كمان. فاذا السلسله المشكوكه دي ممكن تكون سهله وممكن تكون صعبه، دي من ضمن الاسباب. معاها كمان من ضمن الاسباب اللي مش نفسيه هو وجود اي التهاب في المسالك البوليه. لو الطفل عنده التهاب في المسالك البوليه اثناء النوم يحصل التهيج كامل للمثانه، ما يلحقش ان هو يصحى، يعني بيبقى اسرع التبول هنا، هو اسرع من ان هو الطفل يلحقه ويصحى من النوم.
ففي الحالة دي لو احنا برضو عملنا تحليل بول او اشعة موجات صوتية، هنبص نلاقي ان في سبب معين بيتعالج والطفل بيرجع سليم. ممكن جدا برضو حصوة صغيرة في اخر الحال بتعمل نفس الشيء، يبقى اذا ده من الاسباب العضوية. طيب هنيجي بقى لاسباب نفسية بقى، غير بقى السبب الرئيسي اللي هو وجود طفل تاني، ده احنا حطيناه في كاتيجوري لوحده كده، قائمة لوحده، لكن في أسباب نفسية. الطفل الخائف، الطفل الخائف، الطفل المضطرب، الطفل القلقان، بنجد فيه مثلا طفل مستواه الدراسي مش جامد قوي في الفصل عنده، والتلاميذ اصدقائه سابقينه في التحصيل، هو بيشعر بال يعني بالضعف في الحتة دي، فده بينعكس عليه ان هو برضو يتبول على نفسه بالليل. طفل قلقان، عارف ان في مدرس سخيف موجود عنده في الفصل دايما يوبخه، دايما يمنعه ان هو يروح الحمام، وفي الحكايه دي منتشره قوي على فكره، ان احنا نمنع الطلبه ان هي تروح الحمام برغم ان هم يبقوا على وشك ان هم يتبولوا على نفسه، وده من الاسباب السخيفه جدا يعني. ففي الحاله دي الطفل الخائف او المضطرب او اللي هو بيعاني مثلا في عيب معين في شكله بيخلي زملاته يتنمروا بيه او اخواته يتنمروا بيه، ده طفل المضطرب. ده اضطرابه بيبان، في ناس بيجي لها الاضطراب في صورة حاجات تانية، لكن في ناس بيجي لها صورة الاضطراب ده في صورة تبول لا إرادي. طيب التشخيص ايه؟ او لما يجي لنا العيان في العيادة بنعمل له ايه؟ ولا حاجة، انا عايز يعني اتجنب ان يكون السبب عضوي او يكون السنسنة المشقوقة. طيب اعمل ايه؟ بنعمل اشعة عادية، ونعمل اشعه عاديه على العمود الفقري، واشعه موجات صوتيه على البطن والحوض، وتحليل بول. بس تحليل البول بقى هيبين لي اذا كان البول ده فيه التهاب ولا لا، اذا كان الطفل ممكن يكون عنده سكري ومش معروف، ما فينا من الاطفال كتير بيجي لها وهم صغيرين، هيعرف نكتشف حاجات كتيره من مجرد تحليل البول. لقينا السبب العضوي ده خير وبركه عالجناه، ما لقيناش السبب العضوي ده هنبتدي نتكلم نفسيا مع الولد ده، ايه اخباره، هل هو وحيد، هل هو مضطرب، اخباره ايه في المدرسة. واهم سؤال بنسأله عشان ده مهم جدا، بنسأل الولد ده نومه خفيف ولا تقيل. دايما او لاحظنا ان معظم الناس اللي بيجي لهم تبول لا ارادي نومهم تقيل، بمعنى ان بيحصل تنبيهات من الجهاز العصبي للمثانة ان هو قوم يا فلان عشان تعمل الحمام، زي ما احنا في الكبار بيحصل لنا كده، هو الحتة دي عنده مش موجودة. ده بيبقى ناتج احيانا، ما احنا قلنا من ضمن الاسباب العضوية برضو ان هو بس ما هياش معلنة قوي، اللي هو بيبقى المركز اللي موجود في الجسم علشان تنبيه الانسان ان هو ما نفرزش البول في اثناء الليل بيبقى مش موجود، مش متطور. ففي الحالة دي بيحصل التبول اللا إرادي. يبقى احنا اذا عرفنا إن إن, ان ان السبب ممكن يكون عضوي، والسبب يكون نفسي، او السبب يكون عصبي. العصبي ده اللي هو المركز ده مش متطور عندنا. طيب هنيجي للعلاج. العلاج ممكن يكون سهل لكن محتاج مننا الصبر والجهد شوية مع المريض، ان احنا يعني ما نتوقعش ان احنا النهارده هناخد العلاج بكره هنخف، لا، ممكن ياخد مننا جهد شويه. ايه العلاج؟ بيتم في 3-4 نقاط سهله جدا. اولا ان هو بيتبول قبل ما ينام، نطمن ان هو متبول قبل ما ينام مره او مرتين علشان نضمن ان هو مش هيبقى فيه بول في المساء. نمرة اتنين، ان احنا بنمنعه من شرب المياه بعد فترة معينة، يعني نفترض ان الطفل ده بينام الساعة 10 بالليل، وهذا نادرا حاليا، هنمنعه عنه المية والسوائل والشاي والقهوة وخلافه والبيبسي والحاجات دي كلها، هنمنعها من الساعة 6. ده ممكن يكون متعب شوية للطفل، خصوصا لو كان الطفل متحرك وبيعطش وكده، لكن بنحاول بقدر الامكان ان احنا ننفذ الخطة دي. طيب الحاجة الثالثة، ان احنا بنصحي دايما الانسان بيتبول على نفسه اللي عنده المرض ده غالبا بعد ساعتين من النوم وقرب الفجرية، فاحنا بنحاول نصحيه بعد ساعتين من النوم وقرب الفجرية. في الحالة دي بنضمن ان هو ما يكونش فيه كمية بول معينة تخليه ان هو يقوم يتبول على نفسه.
في كمان حاجة هي وصفة بلدية لكن إلى حد ما بتجيب نتيجة، هو إن إحنا بنديله معلقة عسل نحل. معلقة عسل نحل دي قوية التركيز، بتسحب المية من الجهاز الهضمي وتنزلها في البراز بدل ما تنزلها في البول، فبالتالي المعلقة دي ممكن أنها تكون مفيدة جدا. آخر حاجة بقى هي الأدوية المثبطة لحركة المثانة. دواء زي اليوريبان معروف بنديه للأطفال، بنديه لهم مرتين في اليوم لو هم أقل من 6 سنين، وبنديه لهم صيغة أقراص لو هم أكبر من كده. ده بيمنع حركة المثانة أثناء الليل وبيجيب نتائج الحقيقة كويسة جدا. آخر حاجة بقى لو ما نفعش هذا الكلام، بندي أدوية تمنع إفراز البول أثناء الليل. الأدوية دي بتشتغل للأسف على الغدة النخامية، ما بنحبش نستخدمها إلا كآخر حل، هي زي الأدوية زي المينيريل والأوميجا بريس وخلافه.